الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلهم في الصالحين. صدق الله العلي العظيم. يا أبناء شعبنا العراقي الكريم، أننا في تحالف ثورة 20 الثانية بكل ملاكاتها من شيوخ عشائر وضباط وأكاديميين ومجاهدين، قد اجتمعنا اليوم لتبيان أمر هام يرسم مستقبل العراق عبر التغيير المنشود بإنتاج حكومة تحفظ للعراق سيادته وثرواته، وإبعاد الفاسدين الذين لم نرى منهم إلا الظلم وسوء الخدمات وانتهاك الأشرار لسيادة البلاد. وسوف تتكرر الإخفاقات إذا ما بقيت إدارة الدولة بيد الفاسدين. وعلى الرغم من ثبوت استغلال المال والمناصب الحكومية في التنافس الانتخابي الحالي، فضلا عن تدخل دول معادية للشعب العراقي، فإننا من موقع المسؤولية الشرعية والوطنية وانطلاقا من دعوات المرجعية الدينية الرشيدة في التشجيع على المشاركة الواعية والمسؤولية والمسؤولة في الانتخابات، قمنا بتشكيل لجنة للتحقق في سيرة ونزاهة عدد من الشخصيات المرشحة ضمن قوائم انتخابات 10/20/2021. وفي الوقت الذي نحذر فيه من الدعوات المغرضة التي تدعو للمقاطعة من أجل إفشال الانتخابات لخدمة الاحتلال والفاسدين، ندعو لانتخاب الأشخاص الذين لم تملأ جيوبهم من مال الشعب، ونبذ كل من فرط بسيادة العراق وتجاوز على ثوابت شعبه الكريم. وبعد دراسة سيرة عدد من المرشحين وجدنا فيهم من الوجوه الجديدة في العمل السياسي أصحاب تاريخ مشرف بالدفاع عن العراق وشعبه وسيادته، وممن يمتلكون من الشجاعة والقوة ما يمكنهم من تحقيق ذلك في خدمة الشعب العراقي. وعلى سبيل المثال لا الحصر، حركة حقوق، وفيها الكثير ممن يصلح للانتخاب والقيادة لهذا البلد إلى ما فيه خير العراق وأهله. تحالف ثورة 20 الثانية في 25/01/2021.